نبهت منظمة الصحة العالمية إلى أن الهواء الذي نتنفسه ملوث بمواد تسبب سرطان، ودعت إلى إدراجه ضمن قائمة المواد المسرطنة. واستشهدت المنظمة الدولية ببيانات تشير إلى حدوث نحو 223 ألف حالة وفاة في العالم في عام 2010 نتيجة الإصابة بسرطان الرئة الناجم عن تلوث الهواء. عندما يخرج الناس إلى عملهم كل صباح ويجدون أنفسهم بين زحام السيارات ووسائل المواصلات المختلفة، فإن أغلب ما يفكرون فيه هو كيفية الوصول إلى عملهم بالسرعة المطلوبة. فالقليلون هم الذين يفكرون فيما يحدثه تلوث الهواء بصحتهم. آثار التلوث لم تعد الآن مقتصرة على البيئة خاصة، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الهواء الذي نتنفسه في حياتنا الخارجية وداخل بيوتنا يحتوي على كثير من العناصر المسرطنة. منظمة الصحة العالمية قالت في دراستها إن نحو ربع مليون شخص توفوا خلال عام 2010 بسبب سرطان الرئة الذي سببه تلوث الهواء الذي يستنشقه الإنسان. وقالت المنظمة إن هناك دلائل على أن مسببات سرطان المثانة تلوث الهواء. وتلوث هذا الهواء يحدث بسبب الازدحام في طرقات المدن وما تنفثه مولدات الطاقة في المناطق الصناعية والانبعاثات الزراعية ووسائل الطبخ والتدفئة في المنازل. وجميع هذه الوسائل تسبب أيضا أمراض الجهاز التنفسي كما تسبب أمراض القلب. منظمة الصحة العالمية تقول أيضا إن البلاد التي حققت مستويات عالية من التصنيع وتلك التي لحقت بها مثل الصين هي الأكثر تعرضا لأخطار تلوث الهواء. من جانبها قالت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان في دراسة لها إن تلوث الهواء الخارجي أصبح ضمن مجموعة الدرجة الأولى من مسببات السرطان، وذلك إلى جانب الأسبستس والبلوتونيوم وغبار السيليكا وثاني أكسيد الكربون والأشعة فوق البنفسجية والإشعاع والتدخين. وقد حددت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان عددا من مسببات التلوث الخارجي، ومنها نفث دخان الديزل وذرات المعادن والغبار الملوث. وتقول الوكالة إن هناك وسائل مختلفة للتقليل من أخطار هذا التلوث دون أن تحددها، ولكنها طالبت المجتمع الدولي بأن يبدأ الاهتمام بهذه المشكلة.